أيوب داودي ابن مدينة القنيطرة حي الوفاء، لعبت في فئة النادي القنيطري، جميع الفئات ديالو كاتيجوري كاملة. كل الحلم ديالي لعب في الفريق الأول. شنو هو السبب اللي خلاني أنا نلعب في الفريق الأول؟ هو أن كنشوف قنيطرة عنده واحد الجمهور راه ما يمكنش اي واحد كيتمنى يلعب قدام هذاك الجمهور، ونفرح الجمهور ديالنا ونفرحوا والدينا ونفرحوا جميع المكونات ديال قنيطرة. انا حد فريق الامل ديال الكاك، من شت ما تعطاتنيش فرصه في الفريق الاول قلت نمشي نقلب على راسي في بلاصه اخرى، حيت ماشي الكاك هي اخر مسار ديالي. مشيت الحمد لله لعبت في تيرودانت في الدوزيام سيري، من تيرودانت لعبت في واتزم الدوزيام سيري، من واتزم مشيت لويسلان، من ويسلان لعبت في الاتحاد البيضاوي طاس، ومن طاس جيت بغيت نرجع للمدينه ديالي، من عيطوا لي النادي قنيطري قلت رجع للمدينه ديالي، مي رجعت للمدينه ديالي ما لقيتش داكشي اللي انا باغي. اتصل بيا شيبو اتصل بيا، كنت عندي عروض ديك الساعه، كانش معيط عليا وداد فاس ومعيط عليا بني ملال، عندي عروض وانا مي مشيت عند اي واحد كيبغي يمشي يستاشر مع الناس اللي معاه، مشيت استاشرت مع الوالده ديالي والوالد، قلت لهم الوالده شنو بان لكم، انا عندي هاد الفرقه وعندي هاد الفرقه وعندي قنيطره شنو بان لكم؟ قلت لي الوالده ديالي بقى حدانا احسن لك، حنا بغيناك تبقى حدانا، اللهم تسيني في مدينتك. مي جيت سينيت في المدينه ديالي لقيت واحد المعامله ماشي هي هذيك، حتى انا سينيت معاهم عامين كونطرا فيها عامين، باش انا بغيت نبقى في المدينه نلعب على التوني، انا باغي نلعب على التوني ما باغيش نلعب على الفلوس، حيت انا الفلوس باش سينيت مع الكاك راه الا شاف شي واحد يبدا يضحك بالمقارنه مع الدراري اللي سيناو لهم الكاك، راه ما نقولش الثمن شحال مسيني انا، راه سينيت بالثمن باش كنسيني في الهواج، باش سينيت في الكاك علاش؟ باش نبقى في مدينتي ونلعب قدام الجمهور ديالي، حيت هو الحلم ديالي، الحلم ديالي هو نلعب قدام الجمهور ديال الكاك، الحلم ديالي اللي كنحلم به. لقيت معاملة ماشي هي هذيك، شنو هي هذه المعاملة؟ شنو هي؟ احكي لنا عليها. تخيل انا حنا 20 لاعب، تخيل المدرب غادي يعيش، انا ما نقولش ما حيت ما نعترفش بكاع مدرب، حيت المدرب خصو يقدر اللاعب، مسينيالي الفرقة، خصني أول حاجة ندخلو نشوفو، أنا المدرب ما عمرو دخلني عمرو شافني. باش غتحكم عليا انتي؟ تم المكتب مسير حتى هو كنحملو مسؤوليه، علاش كنحملو مسؤوليه؟ حيت سينا ليا وما قالش المدرب يدخلني يشوفني، شوفوني هذيك الساعه عاد حكم عليا، انت ما عمرك دخلتيني يا صاحبي، واش اصاحبي كاين 20 لاعب ما عمرك قلتي اجي نشوفو ربع ساعه قسمين ندخلو نشوفو، مالي شنو داير لك انا؟ انا عندي والدين كنصرف عليهم، عندي بزاف الحوايج وباغي نلعب حدا والديا. هذا حكم هو اللي قال لهم جيبوا الداودي، حيت هذا حكم كان غيسيني عقد مع قنيطره ما تفاهمش معاهم، مين جاي يعيش لقاني انا مسيني مع قنيطره، خاصو ضروري يحيد اللعابه اللي جاب مدرب باش يجيب اللعابه ديالو هو. هادي راه باينة هادي سن الكور. ضيعوا عليا العام داز عندي بيض هنا، العام داز عندي بيض في الكورة، والسبب هما المسيرين ديال نادي قنيطرة، كنحملهم المسؤولية. علاش كنحملهم المسؤولية؟ حيت أنا ولد البلاد خاصها تعطيني فرصة ديالي. حيت هنا ولاد البلاد راه ماشي انا، راه بزاف هما، راه بزاف ولاد البلاد اللي ضاعوا هنايا، لان علاش عطيتيه الفرصه ديالو؟ دخل
قدر غرضيه ما عجبكش تقول له ولدي راني ما عجبتينيش سير قلب على راسك عادي هذه الكره من جاي ما عطينيش فرصه اذا ظلمتيني. ما نكذبش عليك الا بقاو نفس المسيرين ما عمري نفكر نرجع لهناك، ولكن انا كحب الجمهور نقدر نرجع حب الجمهور ماشي حاجه اخرى راه ما ويكون تغيير يكون تغيير يعني الجمهور شي قنيطره راه من طنجه للقويره تيقول قنيطره فيها غير جمهور من غير جمهور راه ما كاين والو جمهور ديال قنيطره. كاين العروض كاين العروض الحمد لله. الطموحات ديالي انا امنيتي نلعب في قنيطره وطلع البروميير سيري الامنيه ديالي ترجع هذيك يرجع هذاك الجمهور يرجع هذيك داك الهيبه ديال حلاله بويس ترجع هذيك الهيبه. اللعابه ما نحملهمش مسؤوليه حيت انا نقول لك واحد الحاجه راه ملي لعبت سال 12 بريم ولا 10 البريمات وتتقاتل راه خصك ماشي تصفق عليه راه خصك بزاف د الحوايج ديرهم على ود ماشي مسير راه تلعب راه الا جيتي تشوف راه قنيطره اللعابه اللي عندها راه ما يمكنش راه خصهم يلعبوا في بروميير سيري كاملين راه عندها فرقه فهمتيني راه بزاف فرقه بزاف علاش واش انت اللعاب ما مخلصوش والمرتبه ديال الفرقه الرابعه ياك الرابعه وانت ما عطيتش 12 بريم كيدخل يتقاتل. انا كنجلس مع بعض شي دراري تيلعبوا في الكاك تيقول لك انا ما بقيتش كنلعب على ود المكتب تيقول وليت كنلعب على ود الجمهور وحق الله الا تيقول لي وليت كنلعب على ود الجمهور ما بقيتش قال لي ملي كندخل التيران كنشوف هذاك كنشوف التيران كندخل كنلقى التيران عامر وكلشي تيبوجي وكذا تيقول لي وليت كنلعب على ود الجمهور ما بقيتش كنلعب كاع على المكتب ولا شنو غيعطيني صافي غيسالي العام ديالي غنشد الكونترا ديالي غندفعها صافي المهم انا نلعب على ود داك الجمهور وصافي. شنو نقول لك خاصي تحيدوا هذوك كاينين شي جذوره في الكاك انا نقولها بهذا المصطلح هذا كاين شي جذوره خصهم يحيدوا السوسات هذوك السوسات هما اللي خارجين على الفرقه وشكون اللي شكون اللي كيضيع في هادشي كامل هي التاريخ ديال الكاك كذا تاريخ كبير على اي واحد كبير يعني التاريخ ديال الكاك كبير على اي واحد مش فهمتي اش بغيت نوصل لك. انا فرحت بجوج حوايج فرحت انكم استضفتوني فهمتيني وهذا شرف ليا كبير والله وكنقول نقضوا الكاك نقضوه هادشي اللي غنقول انا ماشي تقولوا راه هذا راه شي دار ولا هادي انا راه كنقول هادشي من القلب وحق الله الا ما خصكم تنقضوا الكاك واللي باغي مصلحه في الكاك يمشي يقلب لشي بلاصه اخرى راه هاد الكاك راه كبيره بزاف راه بغينا الكاك تطلع البروميير سيري وبغينا الكاك تلعب على الالقاب بغينا تلعب على الالقاب اصاحبي ما بغيناش الكاك تبقى ديما حنا نلعبوا لعبنا على الطيوح ولا لعبنا نبقاو حنا الرابعين ولا الخامسين بغينا نلعبوا باش نطلعوا البروميير سيري وشنو نقول لك ما نكتبش عليك هذاك الشيء اللي عندي لداخل ما بقاش فهمتيني نهضر ليا بزاف والله الا بزاف والله غيرت ديال الكار وحنا نبقاو مرافقينك ان شاء الله تحقق الطموحات ديالك وحنا بطبيعة الحال ديما غنبقاو نقدروا على مصلحة المادة ديال بيت نفري اللي جات بقى فوق كل اعتبار شكرا شكرا على واجب الله يحفظك تبارك الله.